اهلا بيكم في قناتي، انا امنه الهتمي. والنهارده انا طالعه علشان عايزه اجرب الميك اب اللي انا صنعته، عايزه اجرب حاجه معاكم، اول مره اجربهم بصراحه. هجرب الاورنج كونسيلر، هاخد نقطه بسيطه قوي لان ده بيجمنتت على الاخر. جرب البرونزر، هسيب لكم اللينك بتاعه، وطبعا هسيب لكم اللينك كمان بتاع الكونسيلرز، قصدي الكوركتورز. الكونسيلر هسيب لكم طبعا اللينك بتاعه. دي الترانسلوسنت باودر، وهسيب لكم اللينك بتاعها. كنت هنسى الاي براو صوب، هي هو اسمه اي براو صوب بس هو مفيهوش اي صوب، يعني هو كله واكسز. انا هستعمل بس هنا الروجاجو بتاعي من ناتاشا دونونا، عشان انا لسه ما صنعتش روجاجوهات او كونتور او كده، فدي الباليت اللي انا بستعملها ككونتور. يعني انا عملت مجموعة روجات حلوة قوي هستعملها معاكم، بس حابة ان انا اجرب لون منهم كبلاشر على روز شوية احطه هنا. هجرب الروج ده، هرجع احط الليكويد شيمر بتاعي، نقطة كده بسيطة هنا ونقطة بسيطة هنا. نيجي بقى للروج، انا هستعمل اكتر من لون لان انتوا عارفين انا بحب قوي اعمل الروج بتاعي ديجراديه. هبتدي باللون الغامق قوي ده، لون شيري غامق قوي كده. هاخد بقى لون على احمر شويه وامسح الفرشه بتاعتي بكلينكس.
هاخد درجة تانية من الأحمرات. خدت الدرجة دي كده وهبتدي أدمج بيها من النص. شايفين الروج وجماله ودرجات الالوان ازاي داخله في بعض. وبس انا استعملت الحاجات اللي انا عملتها، ولما اجي بقى ان شاء الله اشيل الميك اب هشيله بالميك اب ريموفر اللي انا عملته برضو، وهسيب لكم اللينك بتاع الميك اب ريموفر، واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد.